مساء الخير ضيف على ما استفهام لهذا المساء دكتور يعقوب خلف، وهو استشاري أمراض وجراحة الخصوبة وأمراض النساء في مستشفى سان توماس في لندن. على ما استفهام هذا المساء وساعة تلفزيونية كاملة في نقاش مسألة تهم كل زوج وزوجة، هي مسألة الخصوبة والإنجاب، وهو طبعا مسألة اجتماعية ومسألة طبية أيضا ولها تداعيات سيكولوجية. أهلا بك دكتور يعقوب. أهلا بحضرتك. طبعا حضرتك من الأسماء اللامعة في لندن، وأنا يعني متشرف جدا بوجودك معنا، وحضرتك تجول في هذا العالم كل عام بإلقاء محاضرات وكل ذلك حول هم واحد. نحن في القرن 21، هذا الهم ما زال مستمر رغم كل التقنيات الحديثة فيه، أن تنجب المرأة أو لا تنجب. أين أصبحنا في هذا الطب؟ أهلا بحضرتك يا دكتور محمد، وأهلا بمشاهدي قناة الأخبار العربية. الحقيقة أنا سعيد أني أتيحت للفرصة أن نتكلم في موضوع هو مجال تخصصي ومجال عملي، وحاجة يعني بهتم بيها وبهتم أني أحاول أطرح يعني أو جاوب على بعض النقاط اللي حضرتك هتطرحها، وأستغل الفرصة لمناقشة بعض المفاهيم، بعضها قد يكون صحيح بعضها قد يكون خاطئ. بالنسبة لتأخر الإنجاب أو الحمل، دي مشكلة ما هياش غير شائعة، لأنه الإحصائيات العالمية بتقول لغاية واحد في كل 7 أزواج بيبقى عندهم مشكلة في تأخر الإنجاب في وقت ما. في مجتمعاتنا العربية ممكن يبقى البحث عن الإنجاب يمكن قبل الفترة القياسية اللي بتستخدم أو المعترض. كلمة تأخر لا علاقة، أنا أريد أن أفهم التأخر عند الأطباء، متى يصبح التأخر تأخر؟ لأنه يمكن عند الأزواج والعائلات التأخر يبدأ من اليوم الأول. طبيعي. المعترف به دوليا وقياسيا أن بعد عام من الزواج وممارسة الحياة الزوجية الطبيعية في الرغبة في الحصول على الحمل، لو ما حصلش حمل ده بنعتبره تأخر في الإنجاب. ساعتها بيبقى يعني من المعقول ان الزوجين يبتدوا يبحثوا عن أسباب لهذا التأخر. اللي بيحصل ساعات في مجتمعاتنا العربية انه الناس بيبقى يعني وده من المفهوم بيبدأوا في البحث عن علاج وتدخل طبي قبل الفترة دي، وده ساعات ما يبقاش مستحب. وحتى لو الناس لأسباب مفهومة ابتدت في البحث عن مساعدة، الأحسن مساعدة ممكن ياخدوها في الفترة دي إن احنا نركز على النقاط الإيجابية في القصة اللي بناخدها، إذا كانت الزوجة سنها صغير، إذا كان الزوج صحته كويسة، إذا ما كانش فيه أي حاجة من القصة اللي بناخدها توحي بتوقع لسبب لتأخر الحمل، كل اللي مطلوب إن طمأنت الزوجين وتشجيعهم على هذا ما قبل نهاية السنة. على تكرار. إنما لو اكتشفنا من الحديث مع الزوجين إن في سبب قد يكون عائق، يبقى مفيش داعي ان احنا ننتظر لمرور السنة، لان دايما العلاج لو كان اسرع يكون احسن. انا قرأت يعني نقلا عنك تتحدث عن كلما بدأنا باكرا في العلاج، الباكر له علاقة بالعمر الخصوبة عند المرأة. طبيعي، عمر المرأة هو من يعني العوامل الرئيسية في نجاح اي علاج للمساعدة على الانجاب. يعني عمر الراجل ما هوش بنفس الأهمية عمر السيدة، لأنه بيأثر. وده ليه؟ لأنه عمر السيدة بيحدد كمية المخزون الاحتياطي من البويضات في المبيضين. برضو بعض الناس ما بيبقاش واعية إن السيدات بتبقى مولودة بمخزون احتياطي من البويضات محدد. احتياطي ماذا تعني؟ احتياطي يعني إن هو كل الكمية البويضات اللي هتحصل عليها في حياتها مولودة بيها. يعني ما بتعملش بويضات جديدة أثناء عمرها من ناحية الإخصاب. وهذا بإمكان قياسه؟ وبالتالي طبعا بيبقى عندنا مؤشرات قد لا تكون مباشرة، إنما غير مباشرة بتدينا إيحاء بعدد البويضات الباقية أو المخزونة في المبيضين. الوضع مختلف بالنسبة للرجل. بالنسبة للرجل بيبقى عنده زي ما يكون مصنع لتصنيع الحيوانات المنوية موجود في حركة دائبة من ساعة البلوغ حتى الوفاة.
انما بالنسبه للسيده بتبقى مولوده بعدد معين من البويضات بياخذ في التناقص من ساعه الولاده. خلينا نفهم اكثر. هناك طبعا يعني مخزون احتياطي وبالتالي هذا المخزون كمخزون النفط بالضبط كده، لكن بالنسبه للرجل هو يبقى بامكانه الخصوبه ايا كان عمره. بالضبط كده، يعني هو في نوع من التمثيل ليها، ان بالنسبه للسيده بيبقى عندها مخزن فيه موجوده البويضات مولوده بيها، بالنسبة للراجل بيبقى عنده مصنع. المصنع ده في حركة، في حركة تصنيع دائمة. ما بيحصلش توقف في حركة التصنيع إلا حصل فيه عائق بيعوق المصنع، لكن طالما المصنع شغال بالشكل الطبيعي يبقى عنده القدرة على إفراز حيوانات منوية. طالما قبل الوصول إلى نهاية العام الأول تكتشف أن هناك، طبعا تحدثني عن عادية الأمور، هناك ممارسة للحياة الزوجية بشكل طبيعي، وبالتالي في حال أتوك إلى ليشكو ذلك فبإمكانك إقناعهم أنه انتظروا أكثر من أكثر. لكن قبل ذلك في حال تم اكتشاف شيء غير عادي، ما هي الأشياء غير العادية التي بإمكان اكتشافها؟ دي فرصة حضرتك أني برضو نطمن السادة المشاهدين أنه حصول الحمل يتطلب حاجات محددة أو أشياء محددة، وهي ليست صعبة الفهم ولا معقدة. يتطلب بويضة تنطلق من المبيض في وقت معلوم من الشهر. بالنسبة للسيدات اللي عندهم دورة منتظمة كل 28 يوم يتوقع أن التبويض يحصل على اليوم 14. بتنطلق البويضة في توقع أن في انتظارها في قدر معين من الحيوانات المنوية ليحصل التلقيح في القنوات فالوب أو ما يسمى الأنابيب. وبعد التلقيح بيتحرك البويضة الملقحة بشكل مساعد بحركة حركة الأنبوبة عشان يحصل له انغماد في تجويف الرحم. فلو فيه بويضة بتنطلق في الميعاد المحدد في الشهر، لو فيه حيوانات منوية كافية من حيث الكمية ومن حيث النوعية لإحداث عملية الإخصاب، ولو كانت الانابيب او قنوات فالوب دي غير ما فيهاش اي انسداد فبيسهل التقاء الحيوانات المنوية بالبويضة، هذا هو المطلوب لحدوث الانجاب. لو حصل اي خلل البويضة دي لا تنطلق في الموعد المحدد، في اسباب هرمونية او اسباب اخرى بتمنع انطلاق البويضة، يبقى ما فيش يحصل حمل، او ان كمية الحيوانات المنوية او نوعيتها غير كافية للتلقيح يبقى مش هيحصل حمل، او في انسداد في قنوات فالوب يبقى ما فيش هيحصل التقاء بين الحيوانات المنوية وبين البويضات. فدول التلات اسباب الرئيسية. احيانا في جزء معين من المرضى نلاقي ان الحيوانات المنوية عددها ونوعيتها على الاقل بالفحص سليمة، الانابيب بالفحص سليمة ما فيهاش انسداد، البويضات ما فيش مشكلة بيحصل لها انطلاق في الوقت المحدد في الشهر، وبالرغم من هذا لا يحدث الحمل. دي بنسميه التأخر الحمل غير المعلوم السبب. وده بيشكل واحد من كل خمسة أزواج عندهم مشكلة في تأخر الحمل يبقى الأسباب غير معلومة. غير معلومة نهائيا، غير معلومة بالوسائل الاعتيادية اللي بنستخدمها أثناء فحص الزوجين. فحصنا الانابيب وفحصنا التبويض وفحصنا الحيوانات المنويه ما فيهمش خلل، يبقى بالنسبه لنا غير معلومه. مش معنى ان كده ان ما لهاش سبب، في اسباب بس الاسباب دي دقيقه او غير ظاهره. و يعني نسبه واحد على خمسه نسبه كبيره. تقريبا حوالي 20% 20% من كل خمس حالات بيبقى في حاله الوصول للسبب المباشر لتاخر الحمل غير معلوم. بيبقى عندنا اختيار من الاثنين، يا إما نخلي الزوجين دول يصرفوا كل ممتلكاتهم على أساس تجربة أكاديمية عشان نوصل للسبب وقد نصل وقد لا نصل، أو نتعامل مع المشكلة بشكل عملي براجماتي. خلال هذا العام الأول، وإذا كان لم يكن هناك أي خلل جسدي بيولوجي، أريد أن أفهم منك العامل النفسي. طبعا هناك ضغوط اجتماعية والحمى تريد الطفل، وين أصبحتم في هذا المشروع؟ إلى أي مدى علميا الجانب والضغط النفسي السيكولوجي بإمكانه أن يؤثر سلبا على عملية الإنجاب والخصوبة؟
هو السؤال ده بيتكرر كثيرا، إذا كان الضغط النفسي بيبقى سبب لتأخر الإنجاب ولا بيبقى نتيجة لتأخر الإنجاب، لأنك يعني ما تقدرش تفصل الاثنين، لأنه ممكن يبقى سبب في ضغط مباشر وممكن يبقى نتيجة، لأن الزوجين أو الزوجة بالذات بتلاقي روحها إن كل الناس عندها أطفال وهي ما عندهاش، فبيبقى في عامل نفسي. يعني صعب تحديد ايه السبب وايه النتيجه، لكن معروف ان الضغوط النفسيه بتؤدي الى تغيرات بيولوجيه في بعض الهرمونات اللي قد تؤثر على التبويض، قد تؤثر على انطلاق البويضه، وهكذا بتاثر برضو على العلاقه الزوجيه، فما تحصلش بانتظام، ما تحصلش في الوقت المناسب، فتبقى الموضوع يبقى حلقه مفرغه. هل ايضا في حال ادت هذه العمليه السيكولوجيه الى توتر بين الزوج والزوجه، وأصبحت عملية الممارسة الحياة الزوجية عملية اصطناعية صناعية، هل هذه تؤثر سلبا أو إيجابا؟ هل نوعية العملية ممكن أن تؤثر أيضا على يعني عملية الإنجاب والخصوب؟ لا، هو حضرتك لو حصلت العملية أو الجماع بين الزوج والزوجة بشكل منتظم مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، غالبا هتيجي فترة من الفترات يعني بالصدفة المحضة هتحصل ان الجماع يحصل قبل التبويض، وده الوقت المناسب لحدوث الحمل. انما لو كان الجماع بيحصل مرة كل اسبوعين او مرة كل اسبوع، قد لا يكون كافي من الناحية حتى الصدفة ان هو يحدث الحمل. في 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 يعني في التقنيات الحديثة، الى اي مدى حضرتكم تشجعون الصدفة؟ أم الأمر حسابات وتقنيات لا حضرتك، الصدفة أو احتمالات الحمل الطبيعي رغم مرور سنة، رغم مرور سنتين، ورغم مرور فترات أطول، دائما موجودة. طالما في حيوانات منوية حتى لو كان عددها أقل من العدد القياسي، لأنك هتلاقي كل الدكاترة بيبصوا على نتيجة الحيوانات المنوية ويبص على الشكل القياسي، يعني العدد لازم يكون 15 مليون في كل مللتر من السائل، من كونه انه 12 مليون ما يعنيش انه حمله مش هيحصل، انه هو خارج الشكل القياسي، لكن برضو لازم نفكر نفسنا ونفكر الناس، يعني المطلوب حيوان الى حيوان طبعا، بالاضافه لعدده وطبعا شكله وقوته، وبتكرار المحاولات بعض ناس كثيره بيحصل لها حمل طبيعي وهي بتحضر نفسها للعلاج بأطفال أنابيب مثلا، تلاقي إن حمل حصل، أو بعد العلاج بأطفال أنابيب اللي نجح مثلا ويبقى عندهم طفل بأطفال أنابيب، تلاقيهم حصل لهم حمل طبيعي من غير مساعدة، أو حتى لو أطفال أنابيب المحاولة ما نجحتش ممكن ينجح الحمل الطبيعي بعدها. طبعا مش عايز أعمم، لأن في بعض الناس بيبقى عندها سبب مانع للحمل، لو الست كان عندها انسداد كامل في الأنابيب غالبا الاحتماليه دي هتكون ضعيفه. دكتور، وكأنك تقول ان العلم وما توصل اليه حتى الان ما زالت الطبيعه اقوى من هذا العلم، ما زال طبيعي. هناك ظواهر غير مفهومه. فيش كلام. انتم تحضرون لعمليه تلقيح عبر الانابيب واذ يحصل الحمل دون فهم علمي، دون فهم علمي ما الذي حصل. يعني اصلي الامور في مسائل الانجاب اغلبها امور نسبيه. المطلق فيها ضعيف او قليل. المطلق لما تعمل للرجل تحليل حيوان منوي مره واثنين وتلاقي ما فيش حيوانات منويه نهائيه، ده مطلق. انما نهائي طالما في حيوانات منويه حتى لو بقله العدد، ساعات كون ان عمر السيده صغير وقدرتها على التبويض ونوعيه البويضات ممكن تساعد في الاحتمالات. نعرف ازاي الكلام ده؟ في انجلترا عشان الناس بتحاول الى حد ما بعد فتره اطول من الفتره اللي بنقضيها في مجتمعاتنا العربيه، هتلاقي بعض الناس كانت تستنى في قائمه الانتظار على بال ما يجي دورها في العلاج على نفقه الدوله. ساعات كان الانتظار ده في يعني العقد الماضي كان او في العقد الماضي او السابق كان ممكن يكون اكتر من 5 سنين او اكتر من 6 سنين انتظار. فكان اثناء الانتظار ده بيحصل عدد غير قليل من الحمل الطبيعي، واخد بال حضرتك؟ فده بيدي لك ايحاء ان اي تشخيص بيعمله الاطباء
ما بيوحيش ان الحمل لا يمكن يحدث الا بالمساعدة في معظم الحالات. في القسم الثاني دكتور يعقوب خلف، سأسألك على ماذا سيحصل بعد نهاية هذا العام عندما تكتشفون خللا معينا سواء لدى السيدة أو لدى الزوج، التقنيات المستخدمة حاليا ومدى نجاحها ونسبة هذا النجاح بعد الفاصل. القوم أهلا بكم من جديد. الخصوبة سر الحياة، موضوع هذا المساء طبيا طبعا ليست فلسفيا، مع دكتور يعقوب خلف استشاري أمراض وجراحة الخصوبة وأمراض النساء في مستشفى سانت توماس هنا في لندن. قبل أن أدخل في معالجة العقم والخصوبة وكل ذلك، هناك مشكلة أخرى عند النساء الحوامل هي مشكلة الحفاظ على هذا الحمل. هناك من تتم العملية ويحصل هذا الحمل لكن لا يستغرق ذلك إلا بضعة أسابيع أو بضعة أشهر. أولا لماذا؟ ثانيا ما علاج ذلك؟ هو في نوعين من الإجهاض. النوع اللي هو بيحصل بشكل عشوائي بنسميه، يعني أي حد مثلا حامل ممكن في احتمالات 1 في 5 إنه يحصل له إجهاض. ده مش معنى كده إن كل حمل يحصل له إجهاض. ممكن تبقى المرة الوحيدة وباقي الحمل يكمل طبيعي من غير أي مشاكل. وفي نوعية تانية من الإجهاض هو الإجهاض المتكرر، لما الست يحصل لها الإجهاض ده مرة واثنين وثلاثة. ده ليه أسباب وده ليه أسباب. اللي هو العشوائي ده بيبقى غالبا يعني حكمة بالغة عشان ما يحصلش حمل فيه خلل وراثي في المواد الوراثية، فالجسم بيتخلص منه من بدري. وهذا كلام علمي؟ علمي طبعا. حوالي 60% من الإجهاض أو أكثر لو فحصتهم عشان وراثيا هتلاقي فيه خلل في الكروموزومات. فالجسم بيطرده ما بدري. اوكي. اما بالنسبه للاجهاض المتكرر فبيبقى له اسباب، بعضها نقدر نتوصل اليه وبعضها لا نعرفه. والنسبه تقريبا نص ونص. 50% بعد الفحوصات بنعرف نتوصل الى سببه، والنص الثاني ما بنعرفش حتى بعد الفحوصات، بتلاقي الفحوصات سليمه وممكن يحصل. الشاهد في الموضوع انه ال 50% اللي ما بنقدرش نتوصل ليها لاسباب في الاجهاض المتكرر ما تعنيش ان الحمل القادم هيجهض. بالعكس، ده احتمالات ان الحمل القادم ينتج عنه حمل طبيعي وطفل في نهايه الحمل اكثر كثيرا من احتمالات الاجهاض. يعني بيبقى تقريبا 70-75% ان الحمل هيمشي طبيعي، و 20-25% انه يحصل اجهاض تاني. طيب دكتور، في حال كانت يعني عندما تتعامل مع، لا اقول الاجهاض العشوائي او الاجهاض المره واحده او اثنين، لكن الاجهاض المنتظم باستمرار والاجهاض النهائي، هل تبدا تتعامل مع هذه الحاله بصفتها مثيله لحاله المراه التي لديها مشكله خصوبه، وبالتالي عليك الذهاب الى التقنيات؟ لكن مشكله اكبر، هل هذه التقنيات ايضا في حال نجحت في 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 انجاح حمل بامكان هذه السيده ان تستمر في هذا الحمل؟ لا، كنا ان احنا استخدمنا التقنيات بتاعه الاطفال الانابيب او الحقن المجهري لا يعني ان ادينا للست ضمان انه ما يحصلش اجهاض. بالعكس، نسبه الاجهاض بعد العلاج باطفال الانابيب او الحقن المجهري نفس النسبه بتاعه، نفس النسبه بتاعه الاجهاض بتاعه الحمل الطبيعي. ما فيش فرق. لكن المراه التي تعاني من هذا الاجهاض الطبيعي، هل في حال راحت الى تقنيات اصطناعيه نفس الحاله لا يؤثر في احتمالات الاجهاض من عدمه اطلاقا، الا في حاله واحده، اذا كان الاجهاض المتكرر ناتج عن خلل كروموزومي في الاجنه، التقنيه الاخصاب المساعد وفحص الاجنه وراثيا، ودي حاجه احنا بنعملها يعني في المركز بتاعنا، ان فحص الاجنه دي بينتج عنه اختيار الاجنه السليمه والخاليه من الـ من الـ من الاضطراب الكروموزومي، ساعتها تتوقع الست ان احتمالات ان يحصل حمل عادي سليم يؤدي الى طفل صحيح تكون اكثر كثيرا من الحمل بدون هذه المساعدة. في حال اكتشفتم ان هناك خلل بيولوجي عند هذه السيدة في موضوع
يعني في موضوع الخصوبة في موضوع العادة الشهرية كل ذلك، هل تستثنون نهائيا المشكلة عند الرجل؟ هو حضرتك في أي علاج يعني بتبص لل في أي تناول طبي للزوجين اللي هم جايين عشان عندهم تأخر، لازم ننظر للمشكلة إنها خاصة باتنين مش بواحد فقط. بس لو كان في سبب ظاهر عند السيدة، يعني من المنطقي إنك تحاول تعالج السبب. لو السيدة دي بيحصل لها الدورة مثلا عكس الطبيعي اللي هي كل 28 كل شهر، كل 28 كل شهر، دي بتشوف دورة كل 6 شهور. عالج الحكاية دي، رجع لها انتظام في التبويض والدورة منتظمة وخليها تحاول. لو بعد كام شهر 3 4 شهور ما حصلش حاجة، ساعتها بقى تعمل التحاليل. لأنه يعني دايما الواحد لما بيتناول المرضى بيحاول بقدر الإمكان يخفف العبء المادي عليهم في يعني نفاذ الموارد المالية بتاعتهم في فحوصات قد لا يكون من وراءها طائل وقد يمكن الاستغناء عنها. السيدة دي حاليا عندها حاجة مختلفة عن بقية السيدات، رجع لها انتظام الدورة زيها زي بقية السيدات وخليها تحاول. حصل حمل، خير وبركة. ما حصلش، ترجع بقى إنما لو كان السيدة دي اللي انت شايفها عندها انتظام في التبويض وما عندهاش مشكلة تنبئ بحدوث أي حاجة، في أول حاجة فحص السائل المنوي، لأن فحص السائل المنوي هيحدد أنهي خطة من العلاج هتستخدم. لو طلع السائل المنوي ضعيف جدا لازم معاها الحقن المجهري، مش هتفرق الست كان عندها أنابيب مقفولة أو مفتوحة، لأن الحقن المجهري يتلافى مشكلة الأنابيب إطلاقا. لو كان سأسألك عن العلاج الرجل بعد قليل، لكن أريد أن أفهم متى حضرتك كطبيب، وهو طبعا يعني المسؤولية، تقرر أننا سنذهب إلى العلاج أم تقرر أننا سننتظر، وخصوصا في حالة أن المرأة طبيعية عادية وأن الرجل طبيعي عادي؟ لو جات لي سيدة عمرها 24 سنة 25 سنة ودورتها منتظمة وبيحصل جماع منتظم معاها ومع جوزها، وهما الاثنين ما عندهمش أي مشكلة طبية وما عندهمش أي حاجة تخليني أتوقع إن يبقى فيه خلل في العوامل الرئيسية اللي هي الأنابيب البويضة الحيوانات المنوية، ساعتها لو هما بيحاولوا بقى لهم 9 شهور أقول لهم الوقت ده قصير، ادوا لنفسكم فرصة أكبر بدل الدخول في دوامة التدخل الطبي في مسألة أحسن مكان ليها أوضة النوم. فده حضرتك بيبقى، وأغلب العينين دول غالبا بيحصل لهم حمل طبيعي ما يحتاجوش أي مساعدة مننا. إنما لو عندي واحدة سنها 38 سنة وبقى لها بتحاول سنتين، ما أقدرش أقول لها روحي كملي تاني، لازم يبقى فيه إجراء أكثر يعني يعني في تدخلات بتبقى ملائمه للحاله، غير ان انا اقول لها روحي انت او بتحاول بقى لها 2-3 سنين، لان الوقت مش في صالحها. فالتدخل الطبي يبقى في الحاله دي مطلوب ومهم قبل فوات الفرصه. قبل ان اسالك عن التقنيات المستخدمه، في حال دخلت وبدات في عمليه التقنيات وفشلت هذه التقنيه، هل الدخول فقط في عملية الاصطناعية التقنية ينهي نهائيا فرص الحمل الطبيعي؟ لا نهائي أبدا، نهائي. ده الدخول في عمليات التقنيات العلاج بأطفال الأنابيب بنحصل منه على معلومات مفيدة، لأن ممكن يلاقي مثلا أن الزوجين دول ما عندهمش أي مانع في العوامل الطبيعية الرئيسية، إنما لما تعمل التقنية دي تلاقي إنك أنت لما حطيت الحيوانات المنوية مع البويضات ما حصلش تلقيح، يبقى السبب خلل وظيفي في الحيوانات المنوية، رغم إن الكمية والحركة وكل الحاجات دي تبدو في الظاهر إنها سليمة. فممكن تحصل على معلومات مفيدة. الحاجة التانية إن ما فيش سبب يخلي اللجوء للتقنيات يعطل احتمالات الحمل الطبيعي أو الحمل باستخدام التقنيات مرة أخرى. في بعض الناس عندها اعتقاد شائع إني لو عملت أنا تنشيط للتبويض اللي هو جزء أساسي من تقنية العلاج بأطفال الأنابيب، إن أنا بطلع من السيدة دي مثلا 15 بويضة، ده المفروض هي بتطلع في الشهر بويضة واحدة، يبقى أنا كده كأني استهلكت منها ما يعادل 15 شهر، وده تفكير منطقي. لكن للأسف
او مش للاسف اللي هو يستوجب التوضيح ان الست دي ما بتستنفذش اي بويضات ازيد من لو حصل في الدوره الطبيعيه. ليه؟ السيده بتبتدي الدوره الشهريه والمبيض يبتدي في التحضير للتبويض انه يطلع كام حاجات حويصلات او جريبات بتحتوي على البويضات، بيبقى فيه مثلا 15 20 على حسب المخزون الاحتياطي بتاع السيده. جزء منهم بيستمر في النمو لغايه على اليوم الخامس بيختاروا ليهم زعيم. هذه الجريبه او الحويصله اللي فيها البويضه اللي هيحصل عنها التبويض او الانطلاق، الباقيين بيموتوا ويحصل لهم انقراض واضمحلال بحيث انه ايه كما لم يكن. كل اللي احنا بنعمله في التنشيط ان احنا بندي مستويات معينه من الهرمونات بتمنع موت الجريبات او الحويصلات الزياده دي بحيث انهم يستمروا في التكوين ويدونا عدد البويضات اللي بنحصل عليه بعد التنشيط للحمل لتقنيه الاطفال. دكتور حضرتك في بدايه البرنامج شرحت العمليه البسيطه للتخصيب ما بين سائل منوي وبين حيوان منوي وبويضه ومكان لالتقاء الحيوان المنوي والبويضه وهو القنوات فالو، وفي حال كان هناك اي خلل في اي مرحله من هذه المراحل نتعامل معها تتدخل. نحن حاليا في القرن 21 عام 2015، ما هي أحدث التقنيات حاليا المعمول بها؟ ما هي التقنية اللي أصبحت تقليدية والتقنيات اللي هي كمان ثورية نوعا ما؟ هو قبل أنا ما أتكلم على أحدث التقنيات ولا التقنيات الثورية، في تقنيات عادية موجودة وشديدة الكفاءة. يعني أدي لحضرتك مثال، لو في واحدة الدورة بتاعتها غير منتظمة، عملية التبويض غير منتظمة، وبتشوف الدورة كل ست شهور أو كل سبع شهور قياسا على اللي بيشوفوها كل شهر أو كل 28 يوم، لو كانت بس دي هي المشكلة، دي من أسهل المشاكل حلا، لأنها بتاخد حبوب بسيطة لمدة 5 أيام، دي بينتج عنها تنشيط للتبويض ويحصل عنها تبويض واحتمالات الحمل فيها. يعني علاج زي ده موجود من أواخر الخمسينات بداية الستينات، لا زال يستخدم ويستخدم على نطاق شائع لأنه متاح في شتى بقاع الأرض والتكلفة بتاعته ضعيفة جدا. قديش نسبة استخدامه؟ في الحالات اللي زي دي يعني يمكن 80% من الناس بيستخدم ده، وإن قدرته على إحداث التبويض تقريبا في حدود 65-70%، قدرته على إحداث الحمل تقريبا 50%، فقياسا على إن حاجة زي دي متاحة وبسيطة وغير مكلفة ورخيصة الكلفة وأحدث، يعني نتج عنه أطفال على مستوى العالم أكثر كثيرا جدا من الأطفال اللي نشأت عن استخدام تقنية أطفال الأنابيب لسبب إن هو متاح للجميع. هذا في حال كان في خلل في كان انتزامي. خلل في التبويض. أوكي. لو في حضرتك خلل في الحيوانات المنوية بنشوف على حسب حجم هذا الخلل أو مقداره. مثلا إذا كنا احنا محتاجين إن السائل المنوي يبقى فيه 15 مليون حيوان منوي في المليليتر. ومحتاجين إن احنا نلاقي إن الحيوانات المنوية دي بتتحرك بحيوية للأمام في على الأقل 1 من كل 3 حيوانات منوية. وإن الشكل الطبيعي للحيوانات المنوية متحقق على الأقل في 1 من كل 20 حيوان منوي. لو عندنا ده يبقى عندنا سائل منوي صحيح. لكن لو كان البعد عن هذا المقياس قليل، يعني العدد مثلا 10 مليون والحيوية مثلا 25، الحاجات اللي زي دي ممكن يحصل ليها تركيز للحيوانات المنوية وتحضير بطريقة معينة بحيث ناخد أقوى الحيوانات المنوية وأكثرها قدرة على التخصيب ويتم حقنه داخل الرحم مباشرة، بحيث بنقصر المسافة بنركز الكمية وبتبقى فرصة الحيوان المنوي على إخصاب البويضة بتبقى أكثر. ما اسم هذه التقنية؟ اسمها التلقيح الصناعي. صناعي. وعشان نزيد المنفعة بنعمل تنشيط خفيف للمبايض بحيث ينتجوا بويضتين أو 3، مش البويضة الوحيدة اللي هي بتنتج في الوضع الطبيعي، بحيث بيزود الاحتمالات والصدفة
ان الحيوان المنوي يقدر يعمل تلقيح للبويض. الحاجات دي بتبقى ناجحه جدا في العيانين المنتقين بعنايه بحيث مناسب ليهم هذا. لكن لو لقينا ان الحيوانات المنويه العدد 1 مليون في كل مليون، ولقينا ان الحيويه بتاعتهم 5%، ولقينا ان 1% بس من الحيوانات المنويه بيحتوي على الشكل دي، بقى محتاج علاج يساعد الحيوان المنوي على اداء وظيفته في تلقيح البويض اللي هو الحقن المجهري، اللي ساعتها بناخد حيوان منوي واحد تحت المجهر ويحقن تحت المجهر في البويضه الواحده ويتم انتقاء هذا بس حضرتك. فهو يعني لازم كون ان حاجه حديثه مش معناها بالضروره انها اكثر كفاءه وفاعليه من الوسائل القديمه. الجوهر في استخدام الوسيله المناسبه للحاله المعينه التي تناسبها. في القسم الاخير ساسالك اكثر عن هذه التقنيات واساليب استخدامها، سواء كنا في بريطانيا او في امريكا او في اي دوله اخرى، ولا اريد ان اسالك ايضا حول العرب في هذا المجال، المرضى والاطباء. بعد الفاصل افهم. أهلا بكم من جديد. ضيف علامات استفهام مذكر دكتور يعقوب خلف، استشاري أمراض وجراحة الخصوبة وأمراض النساء في مستشفى سان توماس في لندن. تحدثنا في القسم الثاني عن التقنيات، تقنية التلقيح والتلقيح الصناعي أو التلقيح أي تقنيات أخرى حاليا موجودة. هو حضرتك بالنسبة للإخصاب المساعد بيبقى مراحل، المرحلة اللي هي مرحلة التلقيح الصناعي، ودي أقل كلفة و ما فيهاش استخراج للبويضات خارج الجسم، وده ساعات بيبقى يعني مفضل لبعض الناس لما يبقى العلاج ده مناسبهم، واقل يعني وتقدر السيده انها تكرر المحاوله اكثر من غير العناء والمشقه اللي قد تصادفها مثلا في العلاج بحاجات اكثر تعقيدا. الحاجه الثانيه كم الوقت ما بين المحاوله الاولى والثانيه؟ ممكن تحاول في الدوره الثانيه كل شهر، لانها ممكن تحاول كل شهر لانها اقل يعني ارهاقا معنويا وماديا ومن كل النواحي. التقنيه الثانيه اللي هي اسمها الاخصاب عن طريق اطفال الانابيب او الاخصاب الصناعي خارج الجسم، دي بيتم دمج او خلط البويضه بعدد محدد من الحيوانات المنويه بعد معالجتها بطريقه معينه بحيث انها. واي التقنيات الاقدم؟ الاقدم اللي هو التلقيح الصناعي اقدم طبعا. اقدم. انما العلاج باطفال الانابيب ده وجد سنه 1978، يعني 37 سنه. هو التلقيح خارج نعم، اللي هو التلقيح خارج الرحم، لما تاخد البويضه او البويضات من المبيض خارج الجسم وتخلطهم بالحيوانات المنوية في طبق أو في أنبوبة في المعمل، وبعدين تبص عليهم تاني يوم تشوف إن حصل اندماج أو تلقيح لهذه البويضات اللي ينتج عنها أجنة. الأجنة دي بنحطها في حضانة أو إنكيبيتر، وبتبقى تحت ظروف قياسية من حيث درجة الحرارة، من حيث معدل ثاني أكسيد الكربون، من معدل الأكسجين والعوامل التغذية المناسبة لهذا الجنين في المرحلة المبكرة، وبعدين بنخلي الأجنة دول بنحفظهم لغاية اليوم الخامس مثلا أو السادس،
بحيث ان الاجنة اللي هي اقوى وعندها الاستمرارية في البقاء والتطور بناخد منهم واحد او اتنين ونرجعه داخل الرحم بعملية بسيطة، وبعد كده السيدة بتنصح انها تعمل اختبار حمل او نعملها اختبار حمل في الدم بعد حوالي 11 يوم من الترجيع عشان نقول لها اذا كانت النتيجة كانت ايجابية او غير ذلك. ما نسبة عندما يصل الأمر إلى الأنسجة، ما نس وبعد ذلك يزرع في الرحم، ما نسبة أن تنجح العملية؟ نسبة النجاح بتبقى زي ما يعني اتكلمنا في الأول مرتبطة بعمر السيدة. بالنسبة للسيدات اللي هم أقل من 35 عام لو رجعنا جنين واحد نسبة الحمل تتعدى 50%، والناس اللي بيرجع لهم جنين واحد ويبقى الاستجابة بتاعتهم كويسة والأجنة بتاعتهم كويسة، الأجنة الزيادة ما بنتخلصش منها، بنحفظها عن طريق التجميد بطريقة معينة. الأجنة دي بتبقى صالحة للترجيع، إذا كان حصل حمل وحصل طفل يبقى عشان يحصلوا على طفل تاني ما يدخلوش في نفس القصة من أول وجديد، لا بياخدوا من الأجنة المجمدة وبنرجعها بطريقة برضو محسوبة بحيث إن يحصل لهم حمل من نفس الدورة اللي حصل تنشيط للتبويض، ممكن يحصل لهم حمل واثنين وثلاثة. واخد بال حضرتك؟ في أي حالات، طبعا نسمع أن يعني سيدة ذهبت للقيام يعني لتلقي عملية معينة فأنجبت توأم أو ثلاثة، هل هذا خطأ طبي؟ ما هوش خطأ طبي، بس هو الـ 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 المبدأ الأساسي في الطب إنه ما نضرش العيانين، إن إحنا في المحاولة لحل مشكلة ما ننهيهاش بإن إحنا نخلق مشكلة أخرى. أسلم أنواع الحمل هو الحمل غير المتعدد، لما الست تبقى حامل في طفل واحد، لأن احتمالات إن الطفل ده الحمل يبقى ما فيهوش مشاكل بتبقى أقل. احتمالات ان الطفل ده يولد سليم معافى في الوقت المناسب بتبقى اكتر طبعا. انما لما يبقى في حمل توأمي اغلب الحمل التوأمي بيعدي وبتبقى الامور يعني كويسة، انما بعضهم قد يؤدي الى مضاعفات. يعني نص الحمل التوأمي بيحصل له ولادة قبل 37 اسبوع، الحمل 40 اسبوع، فبيبقى الولادة مبكرة، و10% بيحصل لهم ولادة قبل 32 اسبوع، وده طبعا بيستدعي رعاية مركزة في الفترة الأولى من بعد الولادة قد يؤدي إلى مضاعفات في المستقبل. لكن برضو الواحد واعي إن الناس عندنا عندها اعتقاد إن لما أجيب توأم مرة واحدة بتبقى الأمور يعني أسهل، ابتديت إن أنا أشكل الفاميلي أو الأسرة بدري بدري والواحد يتفهمه. إنما لما توصل بالمرحلة إن إحنا نحط 3 أجنة أو 4 أجنة نرجعهم داخل الرحم في واحدة سنها صغير، والاحتمالات ان ال4 أجنة كلهم يحصل لهم التصاق ويحصل حمل متعدد في ال3 والـ4، ده ما هوش مدعاة للفخر ابدا. والسيدات او الازواج، وانت تضع ال4 أجنة لماذا؟ بعض الناس في 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 بالذات في منطقتنا العربية بيضعوا عدد كبير من الأجنة لأنه الاعتقاد إن كل ما تزود عدد الأجنة كل ما فرص الحمل تتضاعف. ليه؟ لأن لو واحد ما حصلوش اعتقاد أو هذا أيضا؟ لا طبعا في يعني في بعض من الحقيقة، لأنه لما تحط أجنة أكتر لو حصل لو واحد ما حصلوش التصاق التاني بيبقى موجود ممكن يحصل له التصاق، لكن ساعات في السن الصغيرة والناس اللي هي ما حاولتش في فترة كبيرة والأمور كلها بس محتاجة كانت المساعدة لأن الحيوانات المنوية ضعيفة أو حاجة زي كده ممكن يحصل التصاق للأربعة. متخيل حضرتك إنها الست حامل في 4 أطفال، المشقة اللي بتحصل، المضاعفات أثناء الحمل، المضاعفات قبل الولادة، المضاعفات أثناء الولادة، وأهم حاجة مضاعفات الولادة المبكرة على الأطفال، إن يحصل لهم مشاكل في التنفس، ممكن يحصل لهم مشاكل في النمو، وممكن يبقى عندهم يعني إعاقة دائمة ناتجة عن هذه العملية. نحن نتحدث في لندن، هل في الولايات المتحدة، في ألمانيا، في أي مراكز طبية كبرى هناك تقنيات أخرى أو نفس التقنيات تختلف؟ حضرتك بالنسبة للتقنيات دي هي المستخدمة عالميا، ما فيش يعني حاجة مختلفة في الولايات المتحدة أو في ألمانيا أو في هي. وبعدين برضو في حاجة مهمة لازم السادة المشاهدين ياخدوا بالهم منها، إن مفيش مركز علاجي بيدي للزوجين أكثر مما هم مهيئين ليه من الناحية البيولوجية. حاول أوضح، يعني حضرتك لو جالي زوجين والزوجة كان سنها 44 سنة، سابت الموضوع وتأخر وكده وبتاع،
احتمالات اني انا ارجع اعملها محاولة العلاج باطفال الانابيب ويحصل نجاح ويحصل لها اخف طبعا انها تقريبا 1 في 20. هذه النسبة لن تتغير لو الست عملت العلاج في كاليفورنيا او عملتها في لندن او عملتها في كوبنهاجن. بسيميلر، لان المحدد هو القدرة البيولوجية وليست القدرة التقنية المستخدمة في العلاج. ليه؟ لان عدد البويضات بيتناقص، نوعيتها بتقل، قدرتها على احداث اجنة صالحة للالتصاق ولانها ينشا عنها طفل صحيح بتبقى اقل وهكذا. فدي حاجات لازم الناس تعرفها. في المقابل لو في حد سنه 25 سنه وتعالج والعلاج ادى الى اجنه، والاجنه دي مثلا حصل ترجيع لجنين واحد او اثنين، كون ان يبقى في احتمالات للنجاح اقل من 60% بيبقى انتقاص من ما هو يعني متوقع لهذين الزوجين. دكتور، حضرتك في كل عام تقوم بإلقاء محاضرات في العالم بما فيها في الدول العربية. هل هناك خصوصية للعرب في موضوع الإنجاب وعدم الإنجاب؟ خصوصية بيولوجية وأيضا خصوصية ثقافية. هو والله في حضرتك بعض المفاهيم اللي هي متوارثة، طبعا أنا لا أمارس طبيا في الدول العربية، إنما بيبقى في بعض المرضى العرب بيجوا هنا لندن وبنعالجهم. في بعض المفاهيم بتبقى مسيطرة على الناس، إني يبقى سمعتها من حد جيران أو من سامع من صاحبتها أو كده وبتاع، ودي أنا بشوف إنها بتسبب لهم يعني نوع من الضغط العصبي أكثر من اللازم. يعني تلاقي أثناء العلاج تلاقي الست عايزة انها يبقى لها رجيم محدد، كل ده وما تاكليش ده، الحاجات دي ملهاش اي علاقه. الحاجه الثانيه ان الست بتبقى برده خايفه انها تمشي اثناء التنشيط، برده ملهاش اي علاقه، بالعكس ده الواحد بينصح ان الحياه تبقى ممارسه حياتها الطبيعيه. الحاجه اللي هي يعني متكرره بطول الوقت، بعد ما ترجع الاجنه الست بيبقى عندها اعتقاد وتقال لها ان طالما رجعت الاجنه تروحي تدخلي في السرير ما تطلعيش منه لغاية ما تعرفي انك حامل او أذروايز. الكلام ده غير يعني ليس له ما يبرره على الاطلاق. مفهوم القلق بتاع الزوجين والزوجة بالذات انها خايفة ان الجنين ده يقع. الجنين ده عبارة عن جسم او حاجة مجهرية، طالما تم وضعها بين الانسجة المبطنة لجدار الرحم، يعني لو حبيت انك تطلعها ما تعرفش. فما فيش ما يدعو ان السيدات تضع نفسهم في هذا الجو والضغط العصبي اللي ما فيش طائل منه. اريد ان اسال طبعا التقنيات المستخدمه في الدول العربيه، هل تعتبرها بالمستوى المطلوب؟ في مراكز في المستوى في الدول العربيه على اعلى مستوى وعندها كل التقنيات. هو بس يعني الملحوظه، واتمنى ان انا يعني اكون مخطئ، انه عشان العلاج باطفال الانابيب مطلوب في الدول العربيه عشان برضو الـ 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 القلق على الـ الاطفال والعلاج وكده بسرعه، فخلى في مراكز كتيره وبيبقى بيدر يعني ارباح ماديه، فخلى المتخصصين وغير المتخصصين يتدخلوا في هذه المسائل. المسائل دي ما بيعني ما تتاخدش من بعد واحد، لازم تتاخد من اكثر من بعد. وعشان كده انصح السادة المشاهدين، يعني لو كان عندك سبب، اتمنى ان كل الناس ما يبقاش عندها مشكلة، لكن لو كان عندك مشكلة في تأخر الانجاب، حاول تروح مركز يعني والناس اللي فيه متخصصين عندهم التدريب الكافي، عندهم الدراسة الكافي، وليس ناس انها بتعمل كل حاجه. يعني ما ينفعش ان الواحد يبقى ملوش التخصص، لان دي حاجات دقيقه، وبيبقى نوع من الامانه العلميه والامانه الطبيه ان السيده تاخد كل الفرصه المتاحه، لان علاجها يبقى على اساس علمي، يبقى على مبني على دليل علمي، يبقى في بيئه مناسبه، يبقى الاجنه موجوده في معامل أتيح لها كل المقومات الكواليتي، بحيث أن يبقى بنحقق لهذين الزوجين أقصى احتمالات النجاح وعملنا اللي علينا معه. دكتور، طبعا يعني كان في سؤال حول موضوع الكلفة لكن تداركنا الوقت، وأنا عارف أنه في الدول الغربية هناك طبعا تغطية حكومية، يمكن الموضوع في الدول العربية أقصى. هو بس يعني برضو حضرتك دايما زي ما اتكلمنا في الأول، أنا نصيحتي لكل الناس سواء هنا أو سواء في الدول العربية، حاول بقدر الإمكان
انه الواحد ما يعملش الحاجات الغير مبنيه على الدليل، لان في المقابل السيدات او الازواج هيدفعوا تكلفه هذه التدخلات، اذا كانت فحوصات او اذا كانت تدخل غير مبني على الدليل. ليه؟ لانك بتنهك الزوجين ماديا، يفقدوا القدره على مواصله المحاولات. وللاسف حقيقه علميه اكثر، يعني على الاقل نص الازواج هيلزم لهم اكثر من محاوله. طالما هيلزم لهم اكثر من محاوله، المفروض نساعدهم انه يبقى عندهم الكفاءه الماليه عشان ما نستنزفهمش من اول محاوله. اشكرك جزيل الشكر دكتور يعقوب خلف، يعني اعتقد انه كان واضح جدا. هو طبعا يعني حلقه تعليميه، لكن ايضا في موضوع العلاج. اذكر بانك استشاري امراض وجراحه الخصوبه وامراض النساء في مستشفى سانت توماس في لندن. شكرا للانتباه، الى اللقاء. شكرا دكتور. اهلا وسهلا.